اخ بدي جلطني هالولد، بدي جلطني ايفون ايفون فار ضربه. انا وقت كنت اخذ تفوق ابوي يعطيني 10 قروش يقول لي روح اشتري فيها ايفون. وايد وايد مصاري. شوف اليوم لازم نحسب مصاريف الشهر كله، نعرف شو بدنا نشيل شو ما نحط. واحد اثنين ثلاثة اربعة، كل شغل يان لا كل شغل يان ما بيتلحق. لازم هالشهر ما نصرف ولا ليرة، لازم نخبي، لازم نلم مصاري الشهر، لازم ولا ليرة لازم ما نصرف، لازم نخبي نشيل الفلوس نحسب المصاريف. الشهر لازم ما نصرف، خبي كذا المصاري هاي وقولهم ما عندي مصاري. أهلين أهلين أهلين. شو بدك؟ أنا مصروف للمدرسة. وين رايحين؟ على المدرسة. شو بدك؟ مصروف. ما معي؟ مصروف. هل عندكم مصاري فلا؟ لا لا كنت عم بتعمل مصاري. هذول ما عندنا. هذول للجماعة. شو بدكم هلا؟ ما عندنا مصاري. مصروف شو؟ للمدرسة. أخ 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 عمر ما يجي ودي بقول أخ ربطوا بيتي. ربطنا راتب الشهر هلا تروح. يلا معلش كريم الله بحبه. بيكون هلا مصروف عن طول الشهر، مصروف هذا المدرسة الشهري كله. هلا بتجي بتطلب مني مصروف على المدرسة ابدا؟ بدنا شو جد المصروف؟ هاي 5 قروش لك خذي، وانا تاعي 5 قروش لك، وانا تاعي 10 قروش لك، انت كبير. ياه يا 10 قروش وخمسة قروش. الله بحبك. ما بتشتري يا بتشتري لي عليك عليك. ما بتشتري. هذا مصروف الشهر كله. يلا يلا على المدرسة. يعني كل يوم ليرة بتدفع. كل يوم ليرة ما بدش تطلب مني مصاري. ان شاء الله. يلا الله خربوا بيتي. يلا معلش الاولاد هذول. الكريم الله الله بحبه. بول خير وكبة على البحر. ماما جبت شهادة تفوق في المدرسة. اوه برافو حبيبي اقعد اقعد هون جنبي اقعد. ما شاء الله ما شاء الله عليك التفوق تفوق برافو عليك برافو عليك سابق خليك شطور. في اخذ شهادة التفوق ابو اشترى له ايفون. ايفون؟ ايفون ايه؟ بدي اياك تشتري لي كمان. شو بدها؟ ايفون. ايفون شو؟ ايفون 13. ايفون 13 ايفون 13 ايفون 13 حقه بيصرفنا السنة كلها. بدي اجيب لك انا ايفون 13. قلبي قلبي وقف. قوم انقلع قوم. ايفون 13 ايفون 13 ايفون 13 بيصرفنا السنة كلها. بدي اجيب لك انا ايفون 13. اقتلك اقتل حالي ارتاح. الف اخ بدي جلطني هالولد، بدي جلطني ايفون ايفون فار ضربه. انا وقت كنت اخذ تفوق ابوي يعطيني 10 قروش يقول لي روح اشتري فيها ايفون. جايك جايك. يا الله مشتهين الفواكه. ابونا بخيل كثير. ابونا ابخل من ابخل مخلوق ارضي. انا مشتهين مال. وينكم يا حلو بلاد يا حلو شطور؟ اليوم جايب لكم فواكه. اول مره بتجيب لنا بهالكميه فواكه. فواكه كلها هذا الكيس فواكه كله لكم. طبعا كيف عم قدرت تسويها؟ كيف ما تصلك معلش. يلا يا بابا معلش خلينا بعد ذاكر مالكم. هاي التفاحه لكم ثلاثه تكون يس تاكلوها عن الشهر كله. البيع اول بده فواكه لسه راسه بده يكسر واي قد من الموز يس. ضلينا 3 ساعات نشحطناهم من عند الزلمه. وهاي العنب كل واحد بياكل حبه. هدول شهر ما بتطلبوا فواكه بس هدول
بس هدول ضليت 3 ساعات انا وترجى الزلمه يشحن لي اياهم شحاده هلا اعطاني اياهم بس هدول ما عاجبينكم كل واحد من عشار كله شحاده صار لي ساعه بترجى فيه بوس ايده لشحن اياهم افضع عنكم شو بتحبوا البعزة والمصاريف البلا طعمه قم فواكه ما ومن الاولى ما في فواكه يلا قوموا احطوا من هون خليني اكلهم انا احسن عمره ما ياكلوا ليش ناكل انا خبيه ولا بعدين جامد لما ياكلوا صار بدي طعميهم فواكه هلا بروح رجال بلكي بنبيعوا على شي حدا مطلع لنا كم ليره افتح حريشكم افتح حريشكم شو بتحبوا البعزة افتح حريشكم على الفواكه ما خاربتكم غير رفقاتكم بهالمدرسة انا بشغل الرمبو شوي محروقة روح يطلع بروح بابا شباكوا يا شباكوا محروقة اللمبة شو نعم محروقة اللمبة مين حرق اللمبة؟ ما بعرف مين حرق اللمبة؟ ما بعرف حيلك وما فعلك مين حرقها؟ ما بتعرفش تحقق هاي؟ هيك عم بدفع دم قلبي لجيب لكم نظارات ما بيطلع حالكم محروقة قوم قوم انتوا يا روحوا لعند جارنا ابو حميد بتقولوا له منا 4 لمبات من عندك ابوي بعتنا بدنا 4 لمبات هذا جاد بدق عليه الباب تشحد من عنده 4 لمبات معلش لو بزع عليكم عسل البزه منه معلش قول له بدنا 4 لمبات نحن ابقى بنرجع له اياها بعدين 3 4 5 10 سنين ما مشكله بس ضلوا عليه قتلكم بهدلكم عادي معلش لانه بحبكم هذا الزلمه واذا بزع عليكم عسل وورد مو مجيبوا لنا لمبات لنركب ضايقكم يلا روحوا لعنده الله يفضى عينه اللي جتنا فاتورة التليفون خالص يا بابا نعم نعم لك أخي في رحلة عن المدرسة بدهم توقيعك وبدك تبعت معنا 5 ليرات للمدرسة لك انتو أبسام كلش في مصاري 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 بدي لها لحقكم مصاري أنا 5 ليرات 5 ليرات تحكوا على المدرسة أعطينا حي الله شغلة رحلة 5 ليرات حي الله شغلة أعطينا 5 ليرات شو بتاع هاي 5 قروش بتاخذ 5 قروش بتروح على المدرسه فيها بالرحله اخذوك ما اخذوك ما اخذوك بلا بتاخذ 5 قروش ما بدك تاخذ ما بدي انت ما بتعطيني ولا شغله عمرك 5 قروش بقى تبطل فيها انا خدت كم فلافل بقول فيها 5 قروش ما بدك اياها حطها بجيبك ما بدي مصاري مصاري طلبوا مني مصاري اقعد اشرب شاي عز المجازي فلوس فلوس ما في غير ادفع مصاري اقعد اشرب لي كاسه شاي اروح حالي جلطوني لازم انتظر في الشاي نقعد نشرب شاي نروق حالنا ما هي بس كثيرك يعني والله كتير 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 لازم هاي اقعد فيها اشرب 10 ايام فيها والله حط منها ندفع كتير 3-4 ايام هاي بتقديني 10 ايام ليش احط في شاي اخبيه هلا بخبيها بشرب فيها 10 ايام شو هالبعزقة ايش بتحبوا البعزقة عارف لمين طالعين هدول بعد عنك هلا عمو بيعب ال العمو ما في سكر بتفت سكر الله اشرب شاي على العالم تعال شو شاي اروق ايوه ميحل ما في حدا هون خبي هالمصاري المصاري مصاري مين اخذ من هون مصاري سلطان يا سلطان نعم سلطان تعال
هلا هلا. مين اخذ المصاري من هون؟ انا راحت انظف ارضي اخذتهم. شو عملتوا المصاري؟ اشتريت فيهم اكل. صرفتهم كلهم؟ كلهم كلهم؟ كلهم. فغير كلهم هذول بيصرفونا السنه بيصرفونا اياهم صرفتهم كلهم؟ قلبي قلبي جلطني قلبي قلبي جلطوني قلبي قلبي صرفت المصاري قلبي. ده قول النص الخاص. مش فخاص بدك موت دينت بدك تجدد مش فخاص بدك لا مش فخاص بدك استكشاف مدري شو بيقولوا له الاب البخيل. طبعا انا مالي بخيله. بخيل؟ بخيل؟ لا لا بخيل. يعني اول مره تجربه بمس انا بمثل فيها يعني سلطان جرب خلص بلاك. طبعا رح نقرا افضل خمس تعليقات على الفيديو. طبعا حبايبي طبعا زيزو رح يقرا اول تعليق يقول الاسم. هون من بهاء وليلى. بهاء ليلى حلو كتير الفلوق بتجننه بدنا جزء تاني. طبعا جزء تاني من الامهات اما الامهات رح نصوره لسلطان جزء تاني. هون من عند دانا الفيلم كتير حلو استمروا يا اساطير الله يسعدكم مثل ما ساعدتونا ورسمتوا الابتسامة على وجوهنا وقناتكم افضل قناة عندي الله يحميكم بعيد الشر عنكم وكلنا اخوان وبحبكم كتير بحب اياد بحب زيزة بحب سلطان وبحب الخال. ما قاعد بالغال. حاطين اقرا المزيد موجود الخال. ما قاعد بالغال. هون عندنا تعليق من مرعب مضحك ربي يحفظكم ويسعدكم استمروا يا اساطير. واحد عجبني بس حرام تضرب زيزو. طيب نشوف هذا التعليق من مليسال. مليسال لا واحد وجع عجبتني بس حرام تضرب زيزو وتوتي. واي ايات. طبعا هذا كانت اجمل خمس تعليقات على الفيديو الاول واللي حابب يطلع تعليقه اكتب لنا تعليق حلو هون حلو مثلك بايع شوي على الفيلم هذا على الفيديو هذا لحن عشان نطلعه جماعه يعني بهذا اللحظه نحن وصلنا 500000 وجهزنا فيديو ال 500000 رح ينزل قبل يعني بعد قبل هذا الفيديو طبعا وصل لهون يروح يشوفوا فيديو ال 500000 حطوا لايكات حطوا لايكات وشير وسبسكرايب. واذا حبيتوا هذا الفيلم رح نعمل جزء ثاني يكون زيزو فيه المعلم. معلم بهذا الفيديو معلمك. يلا باي باي. تعالي توتي رح احطلك الطاقية. وقف شوي وقف شوي. طبعا الطاقية الحب البخيل هو توتي بالاساس يعني.